برنامج رقص النجوم انطلق بموسمه الثالث مع 13 نجم من مختلف المجالات. نحن كنا معهم بالكواليس، كيف كانت ردات افعالهم بهيدا الريبورتاج؟ اكسبيرينس جديده، هلا انك عم بتحاكي العالم بجسمك غير ما تكوني عم بتأدي اي دور وتمثليه او تكوني عم تحكي، يعني انت عم تحكي مع العالم برقصه معينه بطريقه معينه، فهيدا الصعب. انا شايف اني كان ممكن اخذ اعلى من كده، بس انا اكيد مش في اول اسبوع هاخد 8 و7 وحاجات من دي. هلا توترت شوي، لو ما توترت كنت عملتها احسن للرقصه، بس اكيد مرت الجاي بعمل احسن. لما طلعت على الستيج انقطع نفسي، طلع قلبي من محله، ما عاد قادر اخذ، يعني خلص هيك بلكمت يعني. لما بلشوا يعدوا انه بدنا نبلش وهيك خلص يعني نعمت، حسيت انه ما انا ايش على بقى ناس، ما انا ايش على حدا، واهلي موجودين يعني عم فكر فيهم كنت، بس ما في يعني اتغلبت بقى نعمل دانس مره وحده، يعني ما فينا نرجع نعيدها، فسلمتها هيك بقولوا ربانيه يعني، والحمد لله زبطت معي. الرقصه ما كانت منيحه، لانه روحت اجري وانا نازل قبل الرقصه دغري، و جست اولا بلشت احس بالوجع، سو ما كانت ابدا مثل ما كنت اعملها قبل، مثل ما تعلمت اعملها، سو اي واز ا ليتل بيت ديسابوينتد. كنت حس كثير طايره، كنت حس حالي احسن من ما هن قالوا لي، كنت مبسوطه يعني، هي انا بالنسبه لي هي اهم شيء. كان شو كثير حلو، ما كنت عم فكر ابدا، تسليت اخر رقصه صرت فكر انه شو عملت، عم جرب اتذكر شو عملت، والجادجز كان عندهم ملاحظات مهمه يعطوها، وان شاء الله اقدر اصلحها لنكست ويك. انا سعيد بالتجربه ديت، وسواء نجحت فيها او ما نجحتش فيها، هي تجربه بالنسبه لي وسعيد بيها ان انا بجرب فيها، وموضوع تحدي. انا طبعا انا وزمايلي وبالكرو اللي موجود كله بفريق العمل سعيد بتواجدي معاهم، واتمنى ان شاء الله باذن الله المراحل اللي جايه اظهر بشكل افضل ان شاء الله. صراحه طلعت على المسرح اكيد في شويه ستريس اول حلقه وهيك، بس قلت لحالي انه خليني جو اند انجوي ماي سيلف، شو بده يصير ماكسيموم، عرفت كيف؟ وعملت قد ما فيي وكانت حلوه. ساندرا مرنتني كثير منيح، صار لنا شهر عن جد عملت شغل كثير منيح، بقول لها ثانك يو و enjoying myself. هذا اللي كان عمري ما كنت متوقع اللي اول برايم مش وصل فيه لولا، معناتها ما لازم انا سي كو لو ديبي، معناتها لازم نخدموا على الكونكشن انا واسلك، وان شاء الله يا ربي نتحسنوا. جي با انفي دو ريكولي مي دافونسي، ان شاء الله يا ربي اون سورا دو بلوس اون بلو ميور. هون ما بدك تنسي انه في عندك المسرح، عقلك ببطل يعطي اوردر لاجريك، يعني they will betray you، خلص بصير انت you don't have control، وبتجربي قد ما فيك خلال الفيشل اكسبريشنز تبعك ما تفرجي انه you are missing some steps. Usually I take things step by step، بمشي خطوه بخطوه، فما كنتش قوي ببص للعلامات او what do I expect. It was more of كانت اكتر انا دلوقتي بعمل ايه، موف دي ايه، مبسوطه في الموف دي، my balance Tony please help me. بس it was fun, it was so much fun. عملت انه فتت كانه بجو وفضيت كل شيء، وتذكرت شغله بتعني لي كثير وهي اهلي، وفت بهالجو اللي انه عندي نحن هون ما بنترك جبلنا.